على البنك بتاعنا يا خال. بتاعنا ايه؟ البنك اللي انا روحت معاك كذا مره قبل كده. لا احنا رايحين البنك التاني. بنك تاني؟ ربنا يزود بنوكك يا خال. يا دي النبر اللي على الصبح ده، قرض يا ابني واخده بالبنك مش عارف اسدده. واسكت بقى بعينك الصفرة دي. ربنا يزود قروضك يا خال. الا كان في سؤال يا خال يعني كنت عايز اساله لحضرتك، صحيح اللي كان في الحفله دي يبقى وزير الداخليه؟ اه صحيح. فيها ايه؟ هو صاحبك قوي يا خال؟ ولا اعرفه، بس واضح انه بيحبك قوي. اصل كون انه يجي لك لحد عندك كده يبقى بيقدرك، والناس دي ما بتروحش لاي حد كده اوانطه. ده انت طلعت جامد قوي يا خال. انت عايز ايه يا حسن؟ هو مش وزير الداخليه دي يا خال بيقعد برضه مع وزير التربيه والتعليم؟ ضروري بيقعدوا مع بعض في مجلس الوزراء. طيب يعني لو ميل عليه كده وهم قاعدين مع بعض في مجلس الوزراء وقال له خد بالك من مدرس اول عندك اسمه حسن حزين فرغال الايتم، تفتكر يعني وزير التربيه والتعليم هيرفض له طلب؟ لا طبعا، ده ممكن يعينك رئيس الجامعه. طيب ساكت ليه يا خال؟ ساكت ليه؟ ده كلمه منك لوزير الداخليه ينقلها لوزير التربيه والتعليم تحل لي كل مشاكلي. اسمع حسن، انا راجل لا بتاع وسايط ولا احب اتدخل عشان حد. انا قلت لك الراجل ده وزير الداخليه ده انا ما اعرفوش ولا عايز اعرفه صراحة بقى، يعني عشان يمشي كده من غير حتى ما يقول انا ماشي ولا عمل اعتبار لأهل البيت اللي عازمين، ولو قابلته هقول له كده في وشه. ابوس ايدك يا خال، انت هتعادي وزير الداخليه؟ الواحد بيترعب لما بيشوف امين شرطه. رخصة. ايوه حاضر حاضر، اتفضل اهي. مالها كده حروفها ضايعة ومش باينة؟ معلش اصل نسيت وغسلتها مع الهدوم فبهتت شوية. انا مش شايف منها حاجة. في ايه؟ الرخص يا باشا تمشي؟ لا ما تمشيش. يا دي العطة اللي على الصبح. باجي الباب الخير؟ ايوه انا. معالي الباشا، صاحب الباشا الكبير، عدي العربية بسرعة، افتح طريق، افتح بسرعة. يعني الرخص تمشي دلوقتي؟ تمشي يا باشا على راسنا. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل. وتقول لي ما تعرفيش يا خالي؟ يبقى انت بقى اللي مش عايز تخدمني. يلا يلا يلا. انا مش عارف انتوا ايه اللي جرالكم. انتوا كده هتهربوا العملاء من لوكا يا استاذ عبد الحافظ. وفي ايه لما اتاخر يعني قسط ولا اتنين؟ عاملين لي شغلانه وبعت لي انذار على البيت، ينفع كده برضه؟ يا بهجت بيه. اولا اداره البنك اتغيرت، تاني حاجه الاداره للاسف الشديد جدا ماشيه كل حاجه ميري، بقت رافضه تعمل اي تجاوز لاي حد. يا عم هو انا هاكل عليكم فلوس؟ الله، ما انا ماضي لكم شيكات وحقوقكم مضمون في جيبكم. وبعدين بقى ايه 650 الف جنيه اللي عاملين ازمه في البنك دول؟ خلاص مزنوقين فيهم قوي. بص يا بهجت بيه، انت عارف معزتك عندي، احنا نعمل حاجه، ده رايي، نديهم القسط ده ونخلص من الصداع بتاعهم، والقسط اللي جاي نعيد جدولته تاني ونرحرحه شويه. طب ما ترحرح ده شويه. والله ما ينفع. وانا ما عنديش سيوله دلوقتي. انا لسه خارج من الحفله ومصاريف مدرسه ولسه دافع القسط بتاع القرض اللي انا واخده من البنك التاني. ما تديني فرصه شهر ولا اتنين كده اكون اتصرفت في حاجه. والله ما عارف اقول لك ايه يا بهجت بيه. قول له على البركه يا عم عبد الحافظ. على البركه ايه؟ واحنا جايين نبيع القسط؟ ده بنك. تمام يا باشا، معلش انا اسف على التاخير. اهلا 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 يا سيد باشا. الله، انت فين يا عم؟ والله راحت عليا نومه يا باشا. نام براحتك يا سيد باشا، نوم العوافي. اصل الجته لازم ترتاح، لو ما ارتحتش الجته المخ ما يشتغلش، واحنا شغلنا ده محتاج مخ صاحي برضه. اقعد 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 يا سيد باشا، اقعد يا سيد باشا. العفو يا باشا. اقعد يا سيد باشا، انت غريب. اقعد اقعد يا راجل. تشرب ايه بقى في المج اللي قالي عادلهولك ده؟ ايه ده يا باشا؟ الواد ابن اختي عامل مشروع، اطبع صورتك وصوره من تحب على المج والتيشيرت والقلب. ده ليا انا يا باشا؟ انا متشكر جدا سعادتك. مالك يا باشا؟ ها؟ مالك؟ لا ولا حاجه ولا حاجه. شوف يا سيف، يعني
انت عارف طبعا ان احنا يعني انا بحبك كده لله في لله يعلم ربنا والله العظيم ثلاثة. أنا قلبي انفتح لك كده من يوم ما اشتغلت معاك. العفو يا باشا، ده انا اللي شغال مع سعادتك. ها؟ هو اللي قلت ايه؟ يعني يعني ما اقصد سيف، انا يعني لما بقعد معاك كده صول فصول يعني كلامي بيبقى مش مظبوط حبتين، يعني انا قصدي في الكلام ان احنا من ساعة ما اشتغلنا مع بعضينا يعني. ده شرف ليا يا باشا. مالك يا باشا؟ شوف يا سيف، أنا عاوزك تفهم إني يعني ساعات كنت بقعد معاك وببحبح كده وبتنفس شوية وفي ساعات كلمة تطلع كده ترمح كده والكلام دي ساعات توقف كده مصط بين الناس وبعضها. أنا مش عاوزك تاخد كلامي دي محمل الجد. ليه؟ ليه؟ دي ستريس. ده إيه؟ ستريس يا سيف، يعني ضغط شغل. ضغط شغل؟ آه ما طبعاً ضغط شغل يا فندم. مالك يا باشا؟ يعلم ربنا يا سيف وأنا بأعلنها قدامك أهو إن أنا قلبي دي من يمة القيادة، يعني ربنا يعلم المحبة قد إيه، محبة كبيرة أوي أوي بالذات معالي جناب الوزير. تعرف يا شيخ معالي جناب الوزير دي مش أي وزير يعني. لا شوف كل الوزراء اللي قعدوا على الكرسي في الوزارة دي ما يجوش كده خالص. معالي الوزير دي يعني طفح الدردي، طفح الكوتة، مموت نفسه ومضحي نفسه في سبيل امن الوطن. ثلاثة بالله العظيم كان ده بينامش يا سيف، ما بينامش والله العظيم. ده طب ايه؟ طب انت محروق عشانه ليه؟ ما تهدى. طب اهدى اهدى يا سعد. يعني والله العظيم انا مستغرب والله العظيم، حتى يعني يعني حرام 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 والله. بس اني يعني واخد على خاطري منك كده السوبر. ليه يا باشا كف الله الشر. والله العظيم. مالك يا باشا؟ يعني انت يرضيك يرضيك انت يعني ان احنا نبقى قاعدين مع بعض ليل نهار يعني بشخط فيك وانت بتقبل والحاجات دي وتركت التسهل ساكت وعارف بقى يبقى معالي جناب الوزير والدك وما تقوليش. والله يا باشا اصل دي كانت رغبه الوالد، انت عارف ان هو بيكره الوسائط واستغلال النفوذ. لا بدم دي رغبته يبقى رغبته واجبه. شوف هو برضو معالي جناب الوزير دي يعني برضو بيبقى عنده بعد نظر، يبقى شايف حاجات احنا مش شايفينها. صح صح سيف؟ صح. سيف ما تقعد كده يعني براحتك كده، بلاش التخشيبه الميره دي، اتفك. اتفك ازاي يعني يا باشا؟ لا مؤاخذه ده حتى ما يصحش. هتزعلني منك تاني يا سيف. الله يا سيف يعني أنا عاوزك سيف يعني تبقى العلاقة اللي بيني وبينك دي يعني تبقى يعني كده ها؟ يعني خليها ما بين يعني أب وابنه. كبيرة كبيرة.